حناخد في اللاب هذا كيف نعمل كونفيجريشن لفيلان 10 وفيلان 20 على السويتشين، ونشوف كيف الاجهزه حتتصل ببعضها البعض. خلينا في البدايه ندي اي بيز للاجهزه الموجوده في لان 10 واللي في لان 20. واحد تسعة اثنين دوت واحد ستة ثمانية دوت عشرة هنا دوت واحد. واحد تسعة اثنين دوت واحد ستة ثمانية دوت عشرة نسخها بس دوت اثنين. والأجهزة الثانية نحطهم كل فيلان لازم يكونوا نفس السبنت معايا، كل فيلان نفس السبنت اللي هي السبنت تبعت 10. هاي 3 هاي 4. خلصنا فيلان 1 الاي بيز معايا، الآن نشتغل على فيلان 2. الآن لو عملت هنا بينج لواحد تسعة اثنين دوت واحد ستة ثمانية دوت عشرة دوت ثمانية، مين ثمانية؟ اللي هو هذا، تمام؟ بدي أعمل بينج وأشوف هل حيشوفه ولا لا. شافه، هذا فيلان 10 وهذا فيلان 20، بس انا لسه ما عملتش كونفيجريشن. الان تاني نرجع انه فيلان زي البي سي 0 شاف بي سي 7 عمل بينك. هاي تاني بي سي 0 شاف بي سي 7، المفترض يكون هذا في فيلان وهذا في فيلان تاني، بس انا مش عامل كونفيجريشن. ليش؟ باي ديفولت كل اللي ها موجودين وين؟ في فيلان 1. باي ديفولت اول ذا انترفيسز موجودين وين؟ في فيلان 1. نروح على بي سي 2 ونعمل بينج على 192 دوت 168 دوت 10 دوت 3، مين 3؟ في فيلان 10. هيو هذا، تمام، شاف. الان نروح نعمل اعداداتنا ونشوف ايش بده يصير. نفوت على السويتش، هاي السي ال اي انيبل والكونف تي، وبدي اكتب معايا فيلان 10 فيلان او نيم، عفوا نيم فيلان 10 نيم، ايش بدي اسميها؟ سي سي ان اي. وهي اكزيت، هيك عملت فيلان اسمها 10. تعالوا نعمل كمان فيلان، فيلان 20 والنيم سي سي ام بي. طب وين بدي اشوفهم؟ شو فيلان او شو فيلان بريف. نشوف شو فيلان ايش بتديني. فيلان هاي الاي دي 1 هي الديفولت، تمام. اكتف ايش الستاتس؟ اكتف يعني الفيلان عندي اكتف. مين الانترفيسز الجوين لانها؟ كل الانترفيسز اللي عندي. هاي فيلان 10 سي سي ان اي وفيلان 20 سي سي ام بي، اكتف اكتف. بس في اساين انترفيسز عليها؟ في الها انترفيسز؟ لا. طب انا شو الان بدي اعمل؟ بدي اروح انا وين هنا؟ في سويتش واحد،
في سويتش واحد، بدي اروح على الانترفيسز هدول والانترفيسز هدول، احكي للي هان انتو في لان 10 وللي هان انتو في لان 20. هذا 3 و2، 2 و3 جوين مين؟ في لان 10. نروح هنا تاني، نرجع على الكونفيجريشن تيرمينال، انترفيس رينج فاس ايثرنت 0 على 2 ل 3. انترفيس رينج فاس ايثرنت 0 على 2 ل 3. طبعا 0 على 2 ل 10 بيعمل 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. تمام؟ سويتش بورت مود علامة استفهام. عندي هنا اكسس ودايناميك وترانك. الدايناميك بيجي فيها مين؟ ديزايربل واوتو. انا ايش بدي اعمل الان؟ دايناميك اكسس. سويتش بورت اكسس، هي علامة استفهام، فيلان، وبطلب من الفيلان اي دي فيلان 10. يعني عندي انا ايش حكيت له هان؟ الانترفيسز 2 و3 هم جوين لفيلان 10 وهم اكسس بورت. واضح؟ هاي انت تمام. الان لو بدي اعمل بينج بين الجهازين هذول اللي هان، بين الجهاز هذا والجهاز هذا، حيعمل بينج مع الجهاز هذا واي اجهزة تانيين، مش حيعمل بينج. نجرب، وهي بينج بيشبك الان بس عشان 192.168.1.10.1.10.1. هاي اشتغل اخضر، مش عندنا هذا واحد بسي زيرو، ما عملش. طيب نروح نعمل على مين؟ اللي هو 2 على 3 او 4 على 4، لانه هذا اللي معاه في نفس الفيلان. هذه احنا رسمينها فيلان 10 بس لسه ما صارت فيلان 10. طيب نروح على الانترفيسز التانيين اللي هم مين هذول عندنا هان؟ 6 و7. تاني ممكن اعمل اكزيت وممكن اكتب على طول هان، هاي اكزيت تديني واحده لورا. هاي انترفيس رينج 6 و7، سويتش بورت المود اكسس، شفتوا حرف وبعمل تاب، سويتش بورد اكسس فيلان 20. طبعا للاحتياط ممكن نعمل كمان نو شت داون، بس احنا في السيميوليشن كلهم عملوا نو شت داون. تمام، هذا صار فيلان 10 والتانيين صاروا فيلان 20. نروح على السويتش الثاني، خلينا اصغرها واجيبها هان هيك، كونف تي انترفيس رينج فاس ايثرنت 0 على 2 و3، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس، سويتش بورت مود اكسس. سويتش بورت اكسس فيلان 10. وهي نو شت داون اكزيت. هروح للانترفيس الثانيات، سويتش بو عفوا الانترفيس رينج فاس ايثرنت من 0 ل 6 للسبعة، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 20 ونو شت داون. لو عملت شو فيلان بريف هجيب لي ملخص الفيلانز الموجودة عندي، هاي واحد وعشرة وعشرين زي ما كان موجود هناك. مين الاساين؟
2 و3 مين الاساين؟ هاي البورتس 0 و6 مش حيكونوا هان الان، ارتفعوا من هان، هم باي ديفولت فيلان واحد موجودين هان؟ لا تمام. وزي ما حكينا من 1 ل 1005 المسموح لهم اننا نستخدمهم في الاكستندنس في بعض السويتشات الثانيه، بس عندي 1002 بتروح للاف دي دي اي اللي هي للفايبر، 1003 للتوكينج رينج، 1004 للفايبر اللي هي الفيدنت فيدنت برضه فايبر، و1005 للترند ديفولت. تمام، يعني هدول برضه مش مستخدمين حاليا لنا احنا، ممكن نستخدمه للفايبر. نروح نعمل بينج نشوف هاي الجهاز هذا كان توي يعمل بينج مع 8، بطل يعمل بينج مع 8. نشوف مين تاني عمل بينج، اعتقد هذا هاي كان يعمل بينج على 3. نرجع نفس الكمان، ايش اللي اختلف؟ اللي اختلف عندي انه صاروا هدول فيلان 10 وهدول فيلان 20. تمام، هدول فيلان 10 وهدول فيلان 20. كوماند شو انترفيس فاس ايثرنت 0 على 1 سويتش بورد. ايش بديني هان؟ انه الادمنستريتف مود تبعه، حكينا ايش الادمنستريتف اكسس وترانك ودايناميك اوتو ودايناميك ديزايربل. ايش هنا؟ دايناميك اوتو. حسب ما شفنا في المحاضره دايناميك اوتو مع دايناميك اوتو بديني اكسس، فلازم واحد منهم احوله لترانك. كيف بدي احوله لترانك؟ كونف تي انترفيس فاس ايثرنت 0 على 1، اسمه الانترفيس هذا 0 على 1. تمام، فوتنا عليه سويتش بورد مود ترانك. طب الان نرجع تاني لهذا، نشوف الامر تاني كان ايش؟ اوتو، هاي انيبل وهنا اوتو، بس الاوبريشن مود ايش؟ ترانك. الان صار ترانك. كيف صار ترانك؟ هو دايناميك اوتو تو ايش كان هنا؟ الاوبريشن مود وين؟ ستاتيك اكسس. ليش؟ كان اوتو مع اوتو اداني اكسس، لما حطيت امامه ترانك اصبح مين؟ ترانك. واضح؟ طب نرجع تاني نعمل البينج تبعنا. الان الجهاز هذا عمل بينج على الجهاز هذا، كيف؟ لانهم نفس الفيلان، لكن ما عملش بينج على الجهاز الثاني. ليش؟ لانه فيلان ثاني، فيلان ثاني. طيب نرجع هنا مثلا نعمل بينج على جهاز، هاي 7. الجهاز اللي هنا عمل بينج على الجهاز اللي هنا. طيب تاني كيف عملت كونفيجريشن للترانك؟ خلينا نعمل هان كونفيجريشن للترانك. نرجع على الكونفيجريشن تيرمينال، بدي اكتب اسم الانترفيس، انترفيس فاس ايثرنت 0 على 1، هذا اللي انا شابكه كترانك. فاروح بحكي له سويتش بورت مود، انا بدي اتحكم بالمود. ايش حكينا الانواع؟ عندي اكسس ودايناميك وترانك. باي ديفولت عندي هان ايش؟ دايناميك اوتو. دايناميك اوتو مع دايناميك اوتو شفناه ادانا ايش؟ اوبريشنالي كان ستاتيك اكسس، لما ادينا له قباله ترانك صار الاوبريشن مود ايش؟ ترانك، رغم انه الادمنستريتف مود كان دايناميك اوتو. تمام، هنا بس بدنا نشوف الدايناميك ايش عندي. دايناميك اوتو دايناميك ديزايربل، انا بديش دايناميك، بدي اديله ترانك. مجرد ما اعمل ترانك خلاص هيك صار ترانك مقابل ترانك اصبح ترانك. تمام، اخر حاجه بدي احكيها سويتش بورد نيتف فيلان، وبديني الفيلان اي دي. باي ديفولت النيتف فيلان مين؟ فيلان 1، بس لازم يكونوا الطرفين نفس النيتف فيلان. ممكن اغير هنا النيتف فيلان من 1 اعمل مثلا نيتف فيلان 10، بس لازم هنا يكون نفس النيتف فيلان. خلينا نغيرها هان، نيتف فيلان وهي 10. شفنا كيف كلهم 4 كوماندز استخدمناهم، سويتش بورد مود اكسس، سويتش بورد
اكسس فيلان كذا سويتش بورد مود ترانك بس هاي اللي استخدمناه تمام وفيلان 10 وممكن اديها الفيلان نيم يعطيكم العافيه.